بعض الأسئلة اللي جايلك على الهاشتاج اللي بنعمله اسأل حمادة طلبة على المصري اليوم. محمد سيد بيقول كابتن إسلام احنا عايزين حمادة يختم حياته في الكورة في الزمالك، أعتقد أنت تتمنى. أتمنى طبعا، ده شرف لأي حد اللي هو يكون موجود في نادي الزمالك طبعا. تمام. خالد حسن بيقول كابتن إسلام عايزين حمادة يكلمنا عن التحكيم واللي بيحصل في الزمالك. أنا شايف الزمالك الماتش الأخير ده كابتن اتظلم بشكل كبير جدا. أنا بس أسأل حاجة كابتن، هو الحكم الخامس انا شايف اللي هو الحكم الخامس كابتن المفروض يبقى واقف ناحيه الحكم الرايه ولا ولا لازم على الخط بره، ما مش على الخط يا كابتن، خط الجون يعني. ماشي، مع خط الجون. طب والجنب التاني؟ لا الجنب التاني بيبقى المفروض هو شايف، هو اقرب الاول. طب خلي بالك ده الاول ما كانش فيه حكم خامس، فكان اللاين مان يبقى لازم هو اللي مغطي كل ده. انا من وجهه نظري يا كابتن انا شايف الحكم يبقى موجود الناحيه التانيه اللي هو عكس اللاين مان. عكس اللاين مان. ليه يا كابتن؟ عكس اللاين مان لما اللاين مان هيشوف الحاجات اللي يعني اللاين مان هيشوف هنا الحكم ممكن يشوف الناحيه معاه، الحكم الخامس هنا هيبقى شايف اللاين ده. يعني لو هو موجود تخيل، واقسم بالله يا كابتن يعني لو هو موجود ما كانش هيشوف يعني ضربه الجزاء بتاعت احمد توفيق مش ضربه جزاء خالص كابتن. ضربه الجزاء بتاع الباك ليفت اللي اسمه مؤيد عجان ده برده مش ضربه جزاء خالص. يعني بقول لو الحكم الخامس يقف الجنب التاني فكان شافها، كان شافها، كان قال له لا ما فيهاش حاجه خالص. يعني انا يعني حتى احنا اتظلمنا برده في حته ضربه الجزاء بتاعت ماتش المقاولين الاسيوط والمقاولين الماتش الاخير. ضربه جزاء الحكم صفر ضربه جزاء وحكم الراي الخامس برضه مبوظ الدنيا. انا شايف يا كابتن ان هي بصراحه مش متظبطه. يعني بقى انا مش عاوز اجي على الحكام، الحكام يا كابتن برضه دول بشر وبيخطئوا، انما انا بقول لك يعني انا وجهه نظري اللي هو يبقى موجود الناحيه الثانيه. بس ديت يعني هتفرق كتير معاهم. تمام، خلينا نكمل بقيه الاسئله. نعمان بيقول لك انا بحبك اشكرك وبحبك لما كنت اشكرك برضو، بس عايز اعرف مشكله حماده مع الزمالك وحسام حسن. الكابتن حماده قال كل حاجه تخص هذا الموضوع. عامر احمد بيقول كابتن اسلام يا حرب الانتخابات دي هتخلص امتى؟ لما الانتخابات تخلص. يعني ملهاش حل، هنقول ايه؟ انتخابات تخلص ساعتها حرب. وفعلا هي زي ما حضراتكم بتقولوا كده حرب، زي ما عامر احمد بيقول. نوع حسين بيقول كابتن حماده انت كنت بطل في الزمالك والمنتخب وعايزينك ترجع تاني المنتخب ان شاء الله باذن الله. احمد عفا كابتن اسلام خلي حماده يحكي عن كوبر والجهاز وبيعملوا ايه مع اللعيبه في المعسكر. هنخليه يحكي كل حاجه بس ناخد بعض الاسئله. وليه كابتن حماده طلبه بره المنتخب رغم ان كوبر بيحبه؟ هنساله برده السؤال ده مهم. ده اسلام محمد. سمير الهلاوي بيقول احنا بنحبك وبنحب حماده جدا لانه محترم، بس هو كان رايح الاهلي وما راحش في الاول خالص. لا مش كده كابتن، هي بالظبط لما كنت انا وكابتن سيد عبد الحفيظ سمعت كلام مع الوكلاء يعني اللي هم عاوزينك تبقى في الاهلي وكده. كنت بتلعب فين ساعتها؟ كنت ساعتها في المقصه، وكنت ساعتها اصلا انا خلي بالك كابتن عشان الناس ما تعرفوش انا كنت في المريخ البورسعيدي والكابتن محمد رمضان كان ماسك النادي المصري. كان ماسك مدير كوره على ما افتكر يعني. كنت انا لسه ناشئ لسه طالع في المريخ وكده ورشحني للنادي الاهلي. كنت موجود حضرتك وانا كابتن كنت موجود. سنه كام؟ كان فيها السنه اللي كان فيها احمد رضوان. السنه اللي جه فيها 2002 2003 عارف. السنه اللي جه فيها احمد رضوان بالظبط. ورحت اتمرنت فعلا في النادي الاهلي في مع الناشئين وكده والله؟ والله العظيم. وكان معاه الكابتن فتحي مبروك. كان مين بقى اللي كان ماسك الناشئين في ذلك الوقت؟ كان الكابتن فتحي مبروك. اتمرنت مع كابتن فتحي؟ كان ساعتها كمان حتى الكابتن ابراهيم كان عامل مشكله. كابتن ابراهيم سعيد كان بيتمرن معانا الفتره ديت. واتمرنت معاهم لمده اسبوع واديت معاهم بشكل كويس. بس هم كان قبل ما انا جديده دي قبل ما انا اروح والله اول مره احكيها. قبل ما انا اروح كان احمد رضوان كانوا مخلصين معاه وكل حاجه وكده. بس يعني انت الواحد برضه كابتن رجعت بقى المريخ تاني؟ رجعت المريخ تاني. اوكي. بس واتمرنت عادي برضه. لكن بعد كده ما حصلش اي اتصالات؟ ما حصلش نصيب. لا 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 تمام. نشوى الاحمدي فينك فين يا كابتن الاسبوع ده؟ ان شاء الله تلاقوا المقال موجود. احنا بنحبك جدا رغم اني زملكاويه. اشكرك وحماده بيشكرك برضو. فادي يوسف حماده طلبه بطل ولاعيب جامد، ليه الزمالك استغنى عنه؟ هو حكى هذا الموضوع. تامر خالد كابتن حماده طلبه من اللعيبه المقاتله في الملعب، بس احنا مش مبسوطين انه راح الاسيوطي. لا والله انا الحمد لله دايما يا كابتن انا بحب يعني بحب اكون اعمل مغامرات كده. بحب لو انا رحت الاسيوطي والنادي الاسيوطي برضو لما انا جيت رحته
ليه اهداف كتير فيها يا كابتن، يعني ليه هدف اللي انا نادي الاسيوطي دوت، لو نادي الاسيوطي دوت يا كابتن بقى كويس والدنيا ماشيه في الدوري وما شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق حاجه للنادي الاسيوطي، هيضربوا بيها المثل، اقول لك حماده طلبه راح والدنيا حلوه وكلام، وانا شايف في عوامل كتير اللي هي النجاح هناك. نادي الاسيوطي كابتن في فندق، في فنادق وفي ملاعب وحاجات، منتجع كامل، منتجع جامد يا كابتن، وفي كل حاجه تتخيلها موجوده. انت بتخلص تمرين معلش يا كابتن بتروح الغدا موجود وكل حاجه موجوده، اللاعب اللي عاوزه تبقى موجوده في زي المقاولين العرب بالظبط يا كابتن. يعني انا مش شايف المستر محمود مش مخلي النادي اللعيبه بصراحه محتاجه اي حاجه، يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاسيوطي لو نجح ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم وينجحوا والدنيا تبقى حلوه، وانت شايف الناس كلها شايفه النادي الاسيوطي بيقدم كره حلوه. مظبوط، والحقيقه النادي الاسيوطي ماشي بشكل متميز مع بيقدم كره حلوه مع كابتن علي بصراحه بيقدم كره كويسه، وبقول لهم في عندنا كمان كابتن عناصر يعني في لعيبه كابتن والله العظيم ان شاء الله باذن الله، وافتكر كلامي اللي بقوله لك دول، يعني عندك لعيب اسمه دابو ان شاء الله اتفرج عليه لعيب كويس جدا يا كابتن، عندك عنتر من الناس اللي هتبقى ان شاء الله لها دور كبير ان شاء الله في النادي الاسيوطي، عندك ما شاء الله فندرات على اعلى مستوى، عندك رزق، عندك مهند دونجا، معانا اتنين لعيبه كمان من نادي الزمالك لعيبه كويسه جدا، عندك محمد خليفه كان محترف في البرتغال ورجع، وعندك شيكا، والغير بقى اللعيبه الخبرات اللي انا بقول لك عليها، عندك سعيد مراد الماتش اللي فات ما شاء الله يعني اوكا واوكا وعبد الله الشحات ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع بالسلامه باذن الله، وعندك اسلام صيام، يعني عندك اللعيبه اللي بقول لك اساميهم يا كابتن عشان الناس تفتكر الاسامي ديت، ان شاء الله الاسامي دي باذن الله هتحقق حاجه في نادي الاسيوطي، وبقول لهم يعني اللعيبه ديت وسطكم معاكم لعيبه خبرات ان شاء الله تقدر تشيلكم باذن الله وتحققوا حاجه النادي الاسيوطي باذن الله كده ان شاء الله. يعني المصري اليوم انت جاي لك النهارده اسئله كتيره جدا يعني يعني حتى الاهلاويه، انا اهلاوي، محمد السيد بيقول انا اهلاوي بس اقسم بالله انت من اكتر اللعيبه اللي بحبهم في حياتي في لعبهم، وانت اتظلمت وربنا هيجيب لك حقك، وعمرنا ما هننسى الكوره اللي طلعتها من على خط الجون في تصفيات امم افريقيا، هنحكي عنها بس يعني حتى حد اهلاوي بيحبك جدا وشايف ان انت والله يا كابتن معظم اللي بقابلهم في الشارع اهلاويه وبيعاملوا الواحد معامله كويسه جدا، والواحد بتحس انت في الشارع بالكلام ده والله يا كابتن، الواحد انا بقيس الحاجات ده كابتن لما بنزل الشارع اشوف الناس، يعني كل ما اجي واحد يصور معانا اهلاوي وبحبك طبعا ده حاجه كويسه جدا يا كابتن، الحمد لله اللي ما تلاقي الناس كلها متفقه عليك ده حاجه كويسه، يعني بشكره طبعا يا كابتن. موكا ميكي بيقول ما سبب تراجع مستوى لاعبنا حمادة طلبة وسبب اختيار فريقه الذي يلعب فيه الآن؟ لا والله ما مش تراجع طبعا، ما لحقناش خمس ماتشات لا الخمس ماتشات انا كنت الناس ما تعرفش ان انا كنت بحج كمان كنت بتحج انا كنت بحج يا كابتن طبعا الحمد لله ربنا من عليا رحت حج طبعا دي من الحاجة الواحد الحمد لله حسيت ان انا الفترة اللي فاتت ديت الدنيا كان بالنسبة لي في يعني في ملخبطة ملخبطة والكلام ده اي واحد بيبقى عنده المشاكل ديت بيحب يقرب ربنا اكتر، انا الحمد لله قربت اكتر وسبحان الله كابتن اقسم بالله موضوع الحج ده ما كان ولا على البال كنت مضيت بقى في الاسيوطي ولا لسه؟ لا ما انا كنتش لسه مضيت والله يعني رجعت مضيت في الاسيوطي انا مش طلع خلصت مع انبي عرفت ان انا مش موجود قمت ماشي والله مشيت قلت بص انا اتوكل على الله وراح حج واسيبها لله ولا بقى فكرت ولا في نادي ولا فكرت ان انا اروح فين كنت بتتكلم انت باي وكيل من الوكلاء بتوعك والله العظيم كده ولا حاجه خالص ولا كلمت ولا وكيل واقسم بالله العظيم وسبحان الله قمت لقيت واحد كده راجل سعودي محترم يعني صديقي يعني قال لي ايه رايك لما طلعت حج السنه دي والله ما قلت ما فكرت قلت له يلا يا ريت بصراحه كابتن كانت كمان الدنيا ملخبطه معايا يعني ولا كنت حاجز في فندق ولا حاجز في اي حاجه وانا اروح ويحلها الف حلال خدت التاشيره من هنا كابتن وسافرت كان معانا طبعا ناس اصدقاء من بورسعيد الناس دي بصراحه الواحد برضو بيشكرهم يعني وقفوا جنبي بصراحه الفتره دي بالذات ومع انه مصروي جدا يعني الحاج نبيل طبعا بشكره طبعا على هو والحاج خالد والكابتن سيد زكريا الناس دي بصراحه وقفوا في ظهري وكانوا مساندني جدا وتوكلت على الله كابتن وسافرت تحج والله العظيم كابتن ومن احسن حاجه حصلت لي في حياتي اللي انا قربت من ربنا اكتر وشفت حاجات يا كابتن ورجعت يعني رجعت مع الكابتن علي ماهر حتى كلمني وقلت له يا كابتن انا هحج ولما ارجع ربنا يسهل الامور ورجعت كان طبعا لسه برضه بقى مش جاهز وكده اول اربع ماتشات طبعا اول ماتش كنت موقوفه عشان الانذار كنت بتاع انبي ده وثلاث ماتشات ودخلني الفرقه بسرعه والحمد لله اديت الماتش اللي فات مع المقاولين
اديت الحمد لله بشكل كويس جدا، هنا راضي عن مستواي وراضي عن الفرق. ستوبر. والحمد لله اديت بشكل كويس جدا كمان، والحمد لله جالي يعني ناس كتير كلمتني قالت لي انت اديت بشكل كويس، وبشكر اللعيبه بصراحه كانوا كلهم كويسين يعني. تمام. حماده المصري بيقول لك لولا حماده طلبه في المنتخب لكان في حسابات اخرى، بيقول لك باشا مصر. ربنا يخليك. محمد الاهلاوي بيقول انت لاعب محترم بجد، بس انت شايف ان المفروض تبقى موجود مع المنتخب في كاس العالم بصفتك شاركت وانقذت مرمى؟ يعني هنقول له، هنساله السؤال ده. علاء الدين ابو اسماعيل بيقول حماده لاعب موهوب وخلوق وراجل في الملعب، ونتمنى انه يرجع نادي الزمالك مره اخرى لانه هيكون دفعه كبيره للفريق بالملعب في الملعب. بالتوفيق. ربنا يخليك. انا اهلاوي بس انا حبيت حماده طلبه جدا، ده حماده علي لان هو اسم علي اسمي، وهو لاعب راجل بجد، وهو كمان سبب في بعد ربنا في وصولنا لكاس افريقيا. ناس مش ناسيه موضوع كاس افريقيا.